زهقان من داي خايف اعمل حاجه اكرر تتكلم كل اصحابي علشان نعمل حاجه نخرج. انا عمر متولي كلمني قال انا عايزك تيجي تسجل معايا حاجه. انا اللي انا عارف الحاجه دي ايه، وانا عاده بخاف من الحاجات اللي مش عارفها، الحاجات اللي ما اعرفهاش بتوتر منها، بس انا جاي علشان ده عمر متولي يعني اخويا وحبيبي، وان شاء الله اكيد هتطلع حاجه لذيذه. يخرب بيت اللذاذ، دي حلقه. انا اللي فاكره ان احمد فهمي كلمني قال لي دلوقتي الجروب بتاع العنبر دمه خفيف وفي ناس لذيذه كتير وكلهم اصحاب، فسمع عنه اكرم وعايز. فقلت له انت بتستاذن يعني؟ هل واحد زي اكرم حسني مثلا ممكن يستاذن عشان يدخل جروب بالتفاهه دي؟ فقعد اكرم وبقى في ال لا ده كان مطلب عندي اصلا، كنت غيران جدا. كل ما فهمي يقول لي ده احنا على جروب العنبر مش عارف، قلنا قلت بقول له انا ليه مش على الجروب ده؟ ده في اتفه الناس في مصر. مظبوط. انا ليه مش وسطهم؟ فعشان كده كنت بقعد ازن عليه. ومن ساعه ما جاء يا جماعه اللذاذه زادت ما قلتش بجد. بص بقى يا استاذ، تعرف ان انا اول مره شفتك، شكلي انا حكيت لك وانت نسيت ولا انا ما حكيتلكش، انا شفتك زمان ستاند اب كوميدي يا جماعه اتعمل في مصر، وده كان نادر الوجود في مصر من سنين، وكان في ناس منهم مش فاكر كان اسمهم اكسس اوف ايبل، في ثلاثه مصريين منهم واحد اسمه احمد و... احمد في امريكا بابا عليه، وبالاضافه ليهم من ضمن الناس اللي في البروجرام يومها حد اسمه اكرم حسني، انا عمري ما شفته قبل كده، وقعد شفت البروجرام كله وطلع اكرم حسني اتكلم ما ضايقنيش، بس بيتكلم على شخصيه ابو حفيظه ما اعرفهاش، فاستنيته لحد ما يخلص ويعني وتلف الايام والاقي حد يا استاذ بيقول لي ابو حفيظه ده لذيذ ابو حفيظه، فاقول لهم ايوه انا كل معرفتي بيه ايه ان في شخص بيحكي عن الكاركتر وما مثلوش قدامي، فانا عندي حاجه قفلاني مين ابو حفيظه اللي انا ما اعرفش عنه حاجه، لحد ام بي سي مصر لما قام ابو حفيظه اللي هو سيزون 2 لما رحته ام بي سي مصر. يا لهوي على حب ابو حفيظه بقى اللي دخل في قلبي وانت ما تعرفش برضو ان الشخص ده هو ده. لا عارف. خلاصها بقى ادركتها بقى من بدري، بس امتى اشوف ابو حفيظه؟ لما وقع قدامي في ام بي سي مصر. مش ممكن. اولا انا من صغري بعشق فكره اللعب بالاغاني وتقليد وتبويض الاغاني اللي هو من هوايات طفولتي، وانت كمان قريب من انت الجيل بتاعي شويه، فانت دماغك نفس السكه جدا مع دليل ابو حفيظه. انا دليل ابو حفيظه ده كان من يعني، فاحكي لي بقى معلش ليه انا حسيت فرق جامد يعني، ايه هل هو مجرد برودكشن ولا انت نفسك اتطورت ولا الكروب بتاعك اتغير، ايه اللي حصل ليه بقى احلى قوي كده؟ ما هو انت بتقول انت ما شفتوش قبل كده، انت اول مره كنت تشوفه. ما انا شفت بعد كده بقى. لا كفورمات كل حاجه علشان اللي احنا كنا بنقدمه في ام بي سي هي فورمات مختلفة عن اللي كنت بقدمه في الأول. الأول ده كان نشرة أخبار تقليدية جدا، هي مش ما كانتش تقليدية وقتها بالظبط، هي كانت فكرة مبتكرة، بس أنت قاعد على مكتب بتقول أخبار تقليدية فاستاتيك شوية وأنت وحسب الخبر بقى حاجات تضحك شوية حاجات لذيذة وحاجات وكنا بنعمل في يعني احنا كنا بنتصور السيزون كله في يومين طبعا، فاهم؟ قاعد على مكتب فبترص الحاجات كلها ورا بعض. بس احنا عندنا مصيبه هنتكلم فيها دلوقتي، ان انت كنت هتخش شرطه كمان. كنت عايز تعزل. انا دخلت. لا يعني كنت هتكمل كتبقى رجل شرطه يعني. يعني كانت جريمه في الامن المصري حق البلد. امني وامن امي كان هيتهز بسبب قرار. بس انا عايز اقول لك على حاجه. قول. انا دخلت كليه الشرطه قعدت 4 سنين. اوكي. واتخرجت اشتغلت 10 سنين. يا لهوي يا اكرم. انا قعدت 10 سنين ضابط بوليس شرطه. بوليس ايه، اداب ولا بوليس؟ عمليات خاصه. ما تهزرش. وحياه ربنا. كان عندك فيست وسلاح؟ فيست ايه، الاوفرول الاسود ده وبشمر وبتاع. لا يا روحي. والله. اكرم. ايوه. المفاجاه دي. ايه ده؟ يا روحي. والله 10 سنين. اوكي ومحدش محدش اتكلم معاك. محدش قال لك حاجه. الجهاز محدش يعترض. لا انا ابويا. مش اللي هو جه قال لك تعالى يا ابني انت معانا ولا ايه؟ بتعمل ايه؟ لا ما هي كانت نقطة بقى فاصلة في 2003. انا اسف، حد في العيلة اصلا ظابط؟ جدي كان ظابط قوات مسلحة، وعمي كان ظابط قوات مسلحة، واخويا الكبير ظابط شرطة. طب ما طبيعي عشان كده. يبقى هم دخلوك اجبار بقى. يعني ابويا كان نفسه يشوفني ظابط شرطة. بعد 10 سنين قررت انا هسيب ده وابقى ممثل. هو بس انا خلال العشر سنين دول ما كنتش ساكت بصراحه. بتعمل حاجات اثناء ده يعني؟ بص انا بعد سنتين من التخرج رحت كليه الاعلام، قدمت في كليه الدراسات العليا. اوكي. انا مش عارف انا كنت بقدم ليه، ده هيوصلني انا مش عارف ده هيوصلني لايه. بس قلت احشر نفسي في الاعلام، او الاعلام بيوصل للتمثيل. تفكير برضه.
فاهم؟ فدرست 3 سنين في كليه الاعلام، عملت ماجستير، يعني عملت سنتين تمهيدي سنتين دبلومتين علاقات عامه واعلام وسنه تمهيدي ماجستير، وداخل اسجل رساله. اوكي. كنت هناقش، انا كنت هقف اناقش رساله ماجستير في الاعلام. انا مبهور بيك جدا. لا دراسه ومحاضرات وبذاكر وبروح امتحن، فاهم؟ 3 سنين طبعا. وبعدها في الوقت بقى اللي كنت مفروض اناقش فيه رساله، اعلان نجوم اف ام بتاع ريدي ستار سمعته. أوكي. فروحت قدمت، فمن هنا جت البدايه. ما كملتش الماجستير بس كملت بقى في نجوم اف ام، وكانت نقطه الانطلاق. هي نجوم اف ام فعلا عملت قلبان في مصر لما فتحت. ما كانش في حاجه اسمها اصلا قنوات راديو جديده بتدفع بتفتح، ما كانش فيه، ما كان كان القنوات بتاعتنا اللي هي الشرق الاوسط وجميله بس ما فيه، يعني ما بسمعش مصطفى قمر كان حاجه يعني طبعا ما فيش جديد. فصح، فانت بقى كنت من الكرو اللي بدا مع نجوم اف ام اصلا. نجوم اف ام بدات 2003، انا كنت معاهم 2004. اوكي. تعالى نلعب بقى شويه. نلعب يعني احنا كنا بنتكلم جد. ايوه. كذا ولا كذا تختار، يعني هخيرك بين خيارين وانت هتختار، بس من غير عواطف يا اكرم، ومن غير، انت راجل ذوق قوي. ايوه انا ما عنديش عواطف. احمد زكي ولا نور الشريف؟ احمد زكي. محمود عبد العزيز ولا يحيى الفخراني؟ محمود عبد العزيز. سعاد حسني ولا شادية؟ سعاد حسني. انا ولا المليجي؟ المليجي مين؟ محمود المليجي؟ محمود المليجي طبعا. فكر فاهم، عشان مثلا الناس ما تقولش عليك منافق. انت ولا محمود المليجي؟ انت على احسن. ايوه كده، بيش الادوار والتقل والحضور. لا طبعا انت، انت المليجي. لا انت، لو تعرف ان انت نفختني بالاجابه دي. انت كنت مجهز بقى لو قلت لا هو المليجي كنت هتقول حاجه صح، كنت عامل فيها زعلان منك ونعديها، فاهم؟ انما انت كده دمرت تاني. لا انت. برضه طبعا. ماشي. محمد صبحي ولا سمير غانم؟ سمير غانم على طول. ها سمير غانم. اوكي، مع انك بتحب صبحي بس مفيش نقاش، ما انت قلت لازم اجابه، بس سمير غانم. سمير غانم. سيد رجب ولا خالد الصاوي؟ خالد الصاوي. خالد يعني كنت عايز اقول اجابه يعني ان الاثنين جامدين، بس لازم اقول حد. خالد صوت متنوع يعني. منى الشاذلي ولا لميس الحديدي؟ منى الشاذلي. صيف ولا شتاء؟ شتاء. شتاء. اصلا جات لي مرحله انا طول عمري بحب الشتاء اكتر ما بحبش الصيف، واخر 5-6 سنين كده بقيت بحب الصيف بس مش اكتر من الشتاء. انا بتفاجئ برقه كده فيك. ما هو ده الجانب اللي انتوا ما تعرفوش عني، انا مش اكرم الشرير. ماشي. تعالى نكمل. ياسمين صبري ولا رامي صبري؟ رامي صبري. كريم عبد العزيز ولا السقا؟ كريم عبد العزيز. هنيدي ولا محمد؟ اشمعنى دي ما سالتنيش اشمعنى؟ اللي جت عند ياسمين صبري ودي عدت. لان الاثنين اصلا بالنسبه لي عارف زي هرمين، فانت هتختار ده او ده. انا تمام. اوكي. لا ما تحاولش. انا اللي هدمرك في الحلقه دي مش انت، اوكي؟ كلمة واحدة ترد بكلمة واحدة. التمثيل هواية. المانجا لغوصة. في شعب خمسة مو. كبدة الجمل لذيذة. الخوف. مش لازم ارد بكلمة واحدة. طبعا. اسوأ حاجة في الدنيا. المحور. زحمة. قناة المحور. زحمة. يوم الثلاثاء. سقيل. عمرو دياب. خطير. منى زكي. قمر. اكرم حسني. كويس. متواضع قوي يخرب عقلك. الضلمة. معظم الوقت وحش. شهر رمضان. فضيل. رحاب الجمل. ربنا يبارك لها. الانتخه. اسلوب حياه. كنافه بالبلح. ما دقتهاش. الكسل. اوقات مطلوب. العربيات. ماليش فيها. الستات. نعمه. لبن السرسوب. مش فاكره. حقك صح، اكيد مش فاكره. محمد كريم بالبورنس. لذيذ. هسالك تاني. محمد كريم بالبورنس. لذيذ. فاكر انت كذاب. انت بتقول مش هجبرك على حاجه. خلاص خلاص مش هجبرك على حاجه. الدندوق. اعلان. قله الادب. لو فيها خف الدم كده بتبقى لذيذه، لكن قله الادب الصريحه وحشه. الغباء. اسوء حاجه بعد الخوف. كلمه معلش. بتضيع حقوق كتير. ايه اللي يوترك؟ حاجات كتيره جدا. اكتر حاجه الشغل. ايه اكتر حاجه فعلا بتخوفك بجد؟ اي حاجه مجهوله، اي حاجه مش واضحه. يعني معنى كان المستقبل يخوفك؟ طبعا. الغموض عامه بيقلقك؟ اوكي. يعني انا البحر من جوه ده بالنسبه لي مرعب. ما اقدرش انزل البحر، وانزل على الشط تمام، لكن جوه اللي انا مش عارف تحت فيه ايه، دي مصيبه. امتى قلت الدنيا دي انتهت؟ عمري. ولا مره؟ عمري. طب امتى قلت بدات؟ بدات؟ بقولها كتير جدا يعني، كل ما ربنا بيكرمني بنجاح. الوراك. احلى من الصدور.
انا هقول لك انواع فاكهه، كل ما اقول لك نوع فاكهه تقولي بيفكرك بمين من الممثلين او الفنانين وخاصه اصدقائنا و... اوكي خد راحتك بس قول لي مين بيفكرك بالفاكهه دي. يعني التفاح الاحمر تحسها فاكهه فناناتي، يعني تحسها تفاح احمر، يعني ما اظنش هتقول لا وارستقراطيه كده يعني منى زكي مثلا تحسها كده برافو مستورده كده برافو. التفاح الاخضر المزز ده هقول لك انا مين مفيد بس لازم تستحمله. فيشاوي. حلو بصراحه فيشاوي. الموز. الموز ده بقى ممكن يبقى هشام ماجد. اوكي. الموز لذيذ. ايوه. ومصفر كده عشان برضو الوانه مصفره شويه. مش تقيل على القلب. ومش تقيل. وتحطه على اي حاجه ينفع. يعني تعمله عصير تمام، تحطه على بقيه الفاكهه يبقى تمام، يعني بيقدر يندمج يعني. تشبيه حلو جدا. الجوافه. بس افتكرت اجابتها. والله انا شايفه خاطر. مقبوله خاطر اصلا كرشه عامل زي دايره الجواز. لا بغض النظر عن كرشه بس هو معسل صح، تحس ان في بذر في الموضوع. انت فاهمني طبعا. هموت. تحس ان في جواه يعني جواه حاجات لازم عجبني جدا. ولا حاجه انت قلتها مش عجباني. تخيل المانجا. المانجا ده ممكن يبقى شيكو، في لغوصه كتير كده بس عسل. طب المانجا شيكو، ما يعني البطيخه هتعمل فيه ايه؟ لا عندي حد. اوكي عندك حد يعني... شيماء موجوده. لا المانجا هتلاقي طعمها حلو وفي فاهم يعني علاقتك كده فيها لغواصه كده. شيكو عامل كده. ماشي. يعني انت بتقعد مع شيكو وهشام بتبقى كانك قاعد مع موز ومانجا. مع موز ومانجا. اكتر ناس صحابك بقى من الوسط الفني، أصدقاء فهمي، أقرب ناس فيك؟ أحمد فهمي طبعا مش محتاج بتعوامة طبعا فيني يعني. بتعوامة طبعا. على فكرة أحمد فهمي وما صاحبي برضو. بس أحمد فهمي بتاعنا العشق يعني، جدعنا بقى والظهر والسند وكل الحاجات اللي تقدر تقول عليها، لأن فهمي هو ليه سبب كبير وليه فضل كبير في أن أنا الناس بعرفاني بشكل. كنت اقول لك كده حالا. لان هو اللي كان متحمس لي من وانا بعمل ابو حفيظه، كان بيقعد يقول لي تعالى نعمل حاجه ويشجعني وبتاع، وفي رايح المدام هو اللي اداني الفرصه يعني. فهمي في الوقت ده كان لسه بياخد قراره ان هو ينفصل عن هشام وشيكو ويعمل افلامه لوحده، يعني يبقى بيعمل حاجته لوحده، ففكره انه يجيب حد يشاركه ده دي حاجه تحسب له جدا. ان انا لما اجي افكر انفصل عشان استقل بنفسي ما ينفعش اجيب حد بقى يقعد يزاحمني، ما اطلع انا بنفسي. صح. ده اول واحد من الثلاثه. اول واحد هشام وشيكو اصحابي جدا جدا يعني. انت الثلاثي يا سمير وشهير بهير هم اقرب اصدقاء ليك في الوسط. جميل. ومحمد ممدوح صاحبي جدا. احمد امين صاحبي جدا. جدا. واحمد امين لسه عامل برضو حركه في منتهى النظافه، نزل بوست كده كاتب على دراعه مبروك يا صاحب العمر، وقال انا قمت من النوم لقيت مكتوب على دراعي كده يا ترى ايه اللي هيحصل وبتاع. طيب انت بقى خلينا نط حته كده، اديني بقى دليل اكرم حسني للانبساط في الاجازه. مرتبه بتتنفخ. طب انا اولا يا جماعه الاستاذ ده لما بيسافر بياخد معاه بطانيه ومروحه ودفايه واباجورات ولمض وبورنوس وفلوس وشيبسي وبسكويت ووصيته، بياخد كل حاجه. واحنا مسافرين عشان ننسى الحاجات دي، ففهمني بقى اجازتك. انا وانا مسافر اي مكان في الدنيا بحب اخد كل حاجه معايا. ليه؟ عندي حاله من انعدام الثقه في الاخرين في اي مكان. انا في الغربة. انا ليه وانا هناك ما احتاجش ابره وفتله ولاقيهم؟ اوكي انا اخد كل حاجتي معايا، باخد كل الحاجات اللي تخليني انا في مود حلو. أوكي. يعني فهمي بيتريق عليا اني باخد اباجوره معايا. بحب يا جماعه اللون، ساعات اروح الاقي اباجوره لونها ابيض، الاضاءه بيضاء. انا ما بحبش الاضاءه البيضاء. طب مكتبة فيها كتب وما تقراهاش أثناء الرحلة؟ لا ما باخدش مكتبة، باخد لي كتابين ثلاثة. وبتقراهم؟ الأول كنت بقراهم لما بقيت أسافر مع فهمي وخاطر وأنور. يعني إيه ما بتقراهم؟ بقى بالنسبة لهم أنا أنيس منصور. يعني فاهم؟ يعني أنت عم فيها مفكر. ده ممكن يقطعوا الكتاب. والله العظيم كنت بخاف أطلع بالكتاب على البحر عشان ما يقعدوش يتريقوا، فبسيبه خلاص بقول قبل ما أنام أقرأ فيه شوية وخلاص. فسفرية نويبع دي بالنسبة لي هي باخد معايا كل الحاجات اللي هتبسطني وليها طقوس بقى. يعني
الناس المكان اللي احنا بنروحه تحديدا يعني هو مفيهوش حاجه خالص غير شاليه صغير كده والبحر بس، مفيش اي حاجه تانية تتعمل. فبناخد معانا مرتبه، المرتبه دي هي الحياه بالنسبه لنا هناك، مرتبه بتتنفخ اوكي، ناخدها جوه الميه معانا، نحط عليها السماعه بتاعه المزيكا، نحط عليها شويه حاجه ساقعه وعصير لا الحاجات اللي بنشربها وبس. وبنفضل بقى نقوم من الصبح نفطر، ناخد مرتبتنا، نخش جوه الميه، كان ده بقى الساعه مثلا 10 الصبح، نطلع الساعه 8 بالليل دايبين من الملح ومبسوطين جدا جدا، لا حد زهق ولا حد متضايق ومفيش حاجه نطلع نعملها يعني ما في موراناش حاجه. فبنطلع نشوي مثلا، نولع نار ونقعد نسمع مزيكا وبالليل بننام. هو ده اللي بيحصل كل يوم بلا زهق وبلا ملل ولا مفيش حاجه. محمد هنيدي ولا محمد سعد؟ محمد سعد. اوكي زي صعب صعبه طبعا. اه والله على فكره كل الاسئله صعبه جدا. طيب هزود الاحراج سنه ماشي. هند رستم ولا مارلين مونرو؟ هند رستم. غادة عبد الرازق ولا سمية الخشاب؟ انت فاهم السؤال ده في اطار ايه؟ احنا مش هنضحك على بعض. غادة عبد الرازق. غادة عبد الرازق. مالك ولا داش؟ مالك. بيبي فؤاد ولا حسن حسني؟ يا لهوي يا لهوي. عم حسن حسني الله يرحمه. انستجرام ولا فيسبوك؟ مش كائن بتاع السوشيال ميديا قوي يعني. بجد انت مش مدمن موبايلات بتاع؟ لا. واتساب حتى؟ ما بفهمش واتساب طبعا عشان ده بقى وسيله تواصل اكتر من يعني انستجرام. قصقص ولا حمدي المرغني؟ مين الاقبح شكلا؟ اتنين وحشين اكيد، بس يا ترى مين اللي يخوفك اكتر؟ مين تخاف تقعد معاه في اوضه واحده؟ مين تخاف تدي له اختك؟ اتنين. اه انا برضه حمدي اوحش. مش ممكن. انت عارف غريبه جدا. لا قصقص لما بيفرد شعره بيبقى اقرب للبني ادم شويه يعني. اوكي بسيط. عمرو دياب ولا مايا دياب؟ عمرو دياب. ده عشان الفن؟ اكيد عشان الفن. يعني انت لو لقيت بابين، باب مكتوب عليه عمرو دياب وباب مكتوب عليه مايا دياب، هتدخل انهي باب؟ عمرو دياب والله. طب ما تدخل باب مايا دياب وتشغل عمرو دياب. وليه؟ ما انت بتخيرني بين اثنين، عمرو دياب ومايا. لا عمرو دياب. خلاص انت حر. انت فنان قوي. تكذب ولا تسر لو مضطر؟ اكذب. طب تشارك ولا تبارك؟ ابارك. تعبط ولا تشبط؟ ان شاء الله اعبط. ان شاء الله يعني. طيب اوكي. اجي ولا تيجي انا؟ تيجي انا ولا تيجي انت؟ تيجي ولا اجي انا؟ انا كسول شويه فهبقى افضل ان انت تيجي. انت برج ايه؟ عذراء. اهلا. ايه وحش ولا ايه؟ لا 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 مش وحش، بس في حياتي كتير قوي يعني. اخويا عصام ومحمد امام ابن خالي واصحاب كتير. ايوه ما هو الفيس اللي انت بتقول بيه ده ما يقولش ان حاجه لذيذه. برج لذيذ. هقول لك متعبين ليا بس في حاجات معينه. اولا هم صعب يعترفوا بالجوان بسهوله، بياخدوا وقت شويه وده بيتعبني انا. بحبش انا احب الناس اللي تدب الكلام في وشي قوي ايا كان هو ايه، عارف؟ وبعدين هم نرجسيين ويحبوا نفسهم زين على اللزوم شويه، ما بيبانش عليهم ده مع الوقت. وعناديين سنتين. طبعا. شايف بره؟ شايف؟ طبعا. انا جايب الجوزاء الجزراء. جزراء. جزراء. بس انا جوزاء وانت عذراء، فيبقى احنا الاثنين برج الجزراء ممكن؟ او عوزاء. والله عسل. هيدا هيدا عسل. انا عايز اخش بقى جوه اعماقك اكتر. انت على فكره انت متحفظ جدا. والله وذوق زياد على اللزوم. والله ابدا. اجمل حاجه في الانثى ايه؟ الحنيه. اوحش حاجه في الانثى ايه؟ الاسوء. ما تبقى جامده. وفي ستات اسوء اسيا عاده؟ طبعا. يعني ايه في اي بني يعني عاده فيه؟ لما اكتر حاجه في المخلوق ده بتحبها الحنيه بيبقى صعب قوي عكسها يبقى اكتر حاجه بتكرهها فيها. يعني الاسوء دي صفه رجالي اكتر شويه احس كده. لا هي صفه انسانيه يعني. ممكن ست تبقى جامده واسيا وفي واحده حنينه جدا. ليه الستات اقوى واذكى من الرجاله لو انت مقتنع بكده يعني؟ قول لي ليه. لا ما بشوفش كده يعني. اصل بقى التعميم يعني التعميم عموما غلط يعني. في ستات اذكى وفي رجاله. طب بشكل عام سيبك من القوه، بشكل عام تحس ان انهي مخلوق اذكى، الراجل ولا الست؟ لا انا ما يعني ما بعرفش اعمم يعني، لاني بشوف نماذج كتير كده ونماذج كتير كده. بس ممكن يبقى الست ذكيه لان ربنا خلقها بتعرف تحتوي الراجل. فممكن يبقى المالتي تاسكرز هم بيفكروا في 20 حاجه مع بعض وينفذوهم. احنا بالعافيه بنعمل حاجه يعني. طبعا
غلابه برضه. لا 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 يعني يكفي ان الست بيبقى عندها طفل ولا حاجه بتبقى مع الطفل وبتطبخ وبتشغل شايله والتليفون والسماعه وبتطبخ ومشغله التلفزيون تو ماتش يعني. دي مستحيل احنا كرجاله نعرف نعملها. كينكي ولا دول كريم؟ كينكي بمنتهى الامانه. مش ممكن جمالك وانت بتقولها اصلا. ماشي اشكرك على صراحتك. انت شخص زغزوغه؟ على حسب يعني. يعني هل ممكن لو حد زغزغ يعني؟ على حسب يعني. اوقات يبقى عادي واوقات من لمسه بتهق على طول بجد. اوكي. زي بره يقول لك ايه، في حاجه اسمها لاين، الراجل يقول للبنت لاين عشان يحاول يتعرف عليها يكلمها، عارف جمله تخطف بيها الانتباه يعني. فتعالى نتخيل، هقول لك نوعيات ثلاث اربع انواع بنات، وانت تفكر ايه اللاين اللي انت ممكن تقوله لو عايز تتعرف عليها. يعني انت عايز تفتح كلام مثلا، انت في مكان عام وعايز تفتح كلام مع بنت خجوله جدا لدرجه كل ما يجي حد يكلمها بتعمل كده، ولو حد بص لها بتترعش، ومن النوع اللي هو ايه لو عكستها تعيط يعني، وانت لازم نفسك تتكلم معاها. اوكي. طب انا اقول لك على حاجه عشان بس انا مش عايز اقفل لك الفقره يعني. اتفضل. انت بتتكلم عني انا صح؟ انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي خالص يعني. عمري ما رتبت ان انا هخش على البنت داخله اقول لها ايه، ما بعمل، فاهم؟ تصدق بالله ولا انا. أيوة. بس ده مش معناه ان السؤال ده ما تفكرش فيه، اكنك دلوقتي حالا مضطر انت في الموقف ده وهتفكر وانت المسؤول على انك تتعرف على البنت دي. فسي هي وخجوله من النوع المرعب يعني، ولازم تتكلم معاها خلاص. انت عرفت ان دي شريكه حياتك، فانا لازم اتكلم معاها دلوقتي. وهي خجوله جدا. تعمل ايه؟ لما ممكن اروح اقول لها انت شكلك مكسوف، مخضوضه من المكان. على فكره انا برضو كده. طب اقول لك حاجه، انا فكرت في سكه انك الحل الوحيد مع واحده خجوله قوي ان هي تحس ان انت متوتر اكتر منها، يعني ممكن ده يحل لك المشكله. اصل انت لو داخل بثقه هي هتتوتر، هي هتموت منك خلاص. اوكي. فاحنا نعمل ايه عشان نفهمها ان انت؟ ما انا لسه كنت بقول لك ان انا هحسسها ان انا كمان مش مبسوط من المكان يعني. وما تيجي نتحس بره. ما تيجي نشوف مكان بعيد عن الدوشه. طب لو واحده بقى عصبيه جدا ومبهدله الناس اللي في المكان، ولسه قدامك لطشه واحد بالقلم يا استاذ، ما هضحكها، مش عارف اقول ايه. بس العصبي ده لو ضحكته تكسبه. مقبوله جدا. طب ما انت كويس اهو. والله العظيم انت قلت اجابتين اذكى من بعض. صدق جدا. ماشي وهقفل كده عشان حلوه الفتره دي. ايه اللي ما تنصحنيش بيه عشان ابوظش اجازتي يعني؟ لو هناك في اي حته، انا في اجازه او فين ويبع او في يعني ما يعني تعملش ايه؟ ما تفتحش تليفونك. اوكي. يعني لو رايح تفصل وتبقى في مود لذيذ، ما تركزش مع تليفونك. اوكي. لان انت رايح تفصل، وتحديدا انا بقول لك على نويبع، يعني هي المكان مساعد جدا، هو الطاقه بتاعه المكان هناك ما بتبقاش عايز تعمل يعني. هو يا دوب اطمن على اولادي انتوا تمام ولزاز ومبسوطين، انا كمان لذيذ ومبسوط جدا. الكاكا. الكاكا توتا. برافو. صح؟ برافو. تحس ان انا واخد نفس التدويره كده. فيها كاكا كده. الكنتالوب. انت بجد حسيت دلوقتي كده ليه؟ هقول لك، يمكن الكنتالوب من بره تحس البتاع ناشفه شويه، بس لما تفتحها تكتشف خضار وطيبه وحنيه وسكر. عمري ما يعني، يمكن شكلك من بره يوحي كده انك زي الضرفه ما عندكش احاسيس. بس انت من جوه قلب خصايا فظيع. والله حتى البذر بتاعك مش مؤذي. ايوه يعني، اتصدق ده تشبيه حلو. بس انا عمري ما فكرت في نفسي كده. اي خدمه. لو عايز تغيرها اصلا اجابه تانية، مش انت تختار اللي انت عايزه. يا عم خليها حلوه كده. والله عجباني. ماشي. لو مش هتعتبرها نرجسيه خالص. ماشي. بالعكس، بعتبرها ان الناس لازم تعرفك تحبك اكتر، يعني انت من النوع لما اقرب لك احبك اكتر. اوكي حلوه دي والله. انا تمام. كنتالوب. انا كنتالوب. مقبوله؟ تمام. الخوخ. الخوخ. الخوخ اسس. اشمعنى؟ تسمح لي اختلف معاك، لان الخوخ من بره ملمسه عامل زي القطيفه، ولونه بين البرتقاني والاصفر بس صغير كده. احنا بنتكلم هنا على لا. انا انت بتقول بتسالني عن رايي. ماشي. انا بحسه صغير كده بس السيناوي ده العسل ده. ماشي. البرغول الاحمر. دنيا سمير غانم. والاصفر ايمي. عشان كده بتقول المصور. المشمش.
هي انت عارف صعوبه الفقره دي في ايه؟ انك عندك معيارين تختار بيهم، يا اما الشكل يا اما الصفات، الروح والصفات. فانت بقى الصفات دي بقعد افلسف الحاجات قوي واشوف مين اللي فيه فهي عشان كده صعبه يعني. مفيش حد باص. باص الحرنكش. وما تتخدعش لان في ناس بتحبه جدا، ما تتخدعش من ان هو مر. لا هو مش مر، هو مزز ولذيذ. بالظبط. طب ميكي. ميكي مزز كده ومختلف. العنب. العنب ده ممكن يبقى بنت. نفسي. العنب ممكن تبقى ممكن التلاتة جيني وبنات يعني على حسب ايه الفكرة. انا متأكد يعني. بس العنب ده ممكن ياسمين صبري. الرمان. شيماء سيف. من حقك. بس انا ما شفتش سيماء في الرمان خالص، شفتها في البيج ماك. عمرك كنت مش عارف تعمل ايه؟ بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ اخر حاجه حب العزيز. وانا عمري ما شفت الفاكهه دي ولا اعرف ان الفاكهه اسمها حب العزيز. هي مش فاكهه بتهيألي. لا فاكهه. حب العزيز فاكهه؟ لا حب العزيز ده اللي بيبيع تسالي كده زي الحمص والحاجات دي. بجد؟ احمد تلاوكا اسمه؟ لا. ليه؟ نهى العمروسي. ليه برضه؟ حب العزيز. لا برضه. هو انا يعني الفقره بتاعت فلان ولا فلان هي دي فقره محرجه، لان انت بتضطر تختار حد، يعني هي طريقه اللعبه كده، في حين ان الحاجتين اللي بتختار بينهم حلوين. فلما سالني على السؤال معين جاوبت اجابه معينه، بس ده مش معناه ان انا ما بحبش الشخص التاني. ما حسيتش بالوقت، استمتعت جدا، حسيت ان انا ما بسجلش برنامج، انا قاعد مع عمر صاحبي. تالت حاجه الاسئله لذيذه ودمها خفيف وان شاء الله يكسر الدنيا. انا مش فاهمه، انا بسمع دايما في جروب العنبر بيقولوا له الفار، بس انا مش فاهم هل هو لان هو بيحكم بين الناس، يعني في القاضي ابن رشد كده في الموضوع، يعني دايما بتحصل مشاكل بيلجأوا لعمر، يعني ده توقع، انا مش عارف هو ده حقيقي ولا لا، بس انا بقول له يا بحر، يعني دايما بكلمه بقول له يا بحر ملوش نهايه. عايز اهم الدقايق، خايف اعمل حاجه اكرم، تتكلم كل اصحابي علشان نعمل حاجه نفوق، كل ما نتكلم لنا كلمه ونحاول ندخل في الكب، نرجع تاني لاهي في حاله ونروح تاني للكلوب، ونروح تاني للكلوب. ونحاول ندخل في الكات، نرجع تاني.